باسم الشعب الذي تصدر الأحكام وتنفذ باسمه. وبعد الاطلاع على المواد 14 و304 فقرة 2 و309 313 319 381 348 384 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 2 أولا وثانيا بند ألف و17 و30 32 و40 ثانيا وثالثا و41 أولا و77 80 80 ب 83 ألف على 1 85 فقرة 1 و4 85 ألف على ألف وب و86 و86 مكرر على 1 و2 و86 مكررة ألف على 1 و2 و86 مكرر جيم و86 مكرر دال من قانون العقوبات. والمادة 2 فقرة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية. حكمت المحكمة أولا حضوريا 1 بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ومحمد إبراهيم البلتاجي وأحمد محمد عبد العاطي بالإعدام شنقا كما عما أسنى إلى كل منهم. 2 بمعاقبة كل من المتهمين محمد بديع عبد المجيد سامي محمد مرسي عيسى العياط محمد سعد توفيق كتتني عصام الدين محمد حسين العريان سعد عصمت محمد الحسيني حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور عصام أحمد محمود الحداد محي حامد محمد السيد أحمد أيمن علي سيد أحمد صفوت حمود حجازي رمضان خالد سعد حسنين محمد جهاد عصام أحمد محمود الحداد عيد محمد إسماعيل ضحروق إبراهيم خليل محمد خليل الدراوي كمال السيد محمد سيد أحمد سامي أمين حسين السيد خليل أسامة محمد العقيد بالسجن المؤبد عما أسند إلى كل منهم وبمعاقبة كل من المتهمين محمد فتحي رفاعة الطهطاوي وأسعد محمد أحمد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات عما أسند إلى كل منهما. ثانيا غيابيا بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين السيد محمود عزة إبراهيم عيسى ومتولي صلاح الدين عبد المقصود متولي وعمار أحمد محمد فايد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن محمد خيرة الشاطر وسندس عاصم سيد شلبي وأبو بكر حمدي كمال مشالي وأحمد محمد الحكيم ورضا فهمي محمد خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين محمود الأزاز وعماد الدين
علي عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وإبراهيم فاروق محمد الزيات بالإعدام شنقا عما أسند إلى كل منهم. ثالثا بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم فريد إسماعيل عبد الحليم خليل بوفاته إلى رحمة الله تعالى. رابعا بمصادرة المضبوطات وبإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية وفي الدعوى المدنية المرفوعة من دعاء محمد رشاد بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وألزمتها بمصروفاتها ومئتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. رفعت الجلسة.